السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الى جيتو لمدينة طنجة وبالضبط البخالف، حي بخالف، وهنايا في العرفان جوج الشارع، شي الا مشيتو نيشان تلقاو العرفان واحد. هاد الجهه هادي فيها بزاف ما يتشاف، فيها بزاف المناطق السياحيه تقدروا تمشيو تشوفوهم، تساروا فيهم، وقرابين بلا ما توصلوا حتى للمدينه وداك الزحام ديال الطريق. ما بين هاد البلايص غادي نديكم دابا غابه الرهره، بغيت نوريكم الطريق باش تمشيو ليها. كما كتشوفوا هذا العرفان جوج مروج تبارك الله، هاد البلاصه كامله عمارات، يعني الديور قلال ولكن فيهم الرواج بزاف. وهذه هي الطريق اللي كدي لغابه الرهره، كندورو من هنا وكنكملو الطريق. كما كتشوفون كاين الناس كيحطوا الفراشه بزاف، ها هو سوق القرب كاين، واخا كاين سوق القرب ولكن ما عامرش بزاف، الاغلبيه كيحطوا على برا. وتبارك الله هنايا الرخام موجود بالنسبه للسلعه، بالنسبه للخضره، بالنسبه لبزاف ديال الحويجات. هنا المعيشه مزيانه، ما بين المناطق في طنجه اللي المعيشه ديالهم مناسبه، ما غاليهش بزاف، لان طنجه معروف عليها الغلا، وكاين بلايص اللي غاليين كاين بلايص اللي مزيانين. البخالف ما بين البلايص اللي مزيانين ولا كيجي لهم ناس يسكنوا بزاف عليها، كتلقى هنايا العمارات بزاف والناس تبارك الله كثار. كما قلت لكم هاد البلاصه هادي زوينه، فيها بزاف ما يتشاف. وغادي تلقاو عندي في القناه مجموعه ديال الفيديوهات على المناطق السياحيه اللي كاينه في هذه البلاصه هذه، باش تتعرفوا عليها وتساروا مع راسكم، بحال مغاره هرقل، بحال شاطئ اشقر، شاطئ باقاسم، كاين الكورنيش دكزنايا حتى هو قريب ما بعيدش بزاف، كاين سكاب سبارتيل، وكاين مجموعه من الشواطئ مقاربين لبعضياتهم. كل مره تمشيو للبليصه هذه اللي كتشوفوا دابا هي دار الخيريه اللي كاينه هنايا في العرفان واحد، بلاصه زويونه تقدروا تجيو ولاد تجيبوا وليداتكم، كاين هنا جريدات، كاين ملاعب القرب يجيو يلعبوا هنايا، بلاصه زوينه. وكاين حداها ثاني واحد لا فيرم زوينه، فيرم بيداغوجيك دارنا، واحد الفيرم سميتها دارنا، زوينه بزاف. هذيك درت لكم عليها فيديو، حتى هي تقدروا تجيو غير رجليكم بشويه عليكم حتى تمشيو ليها، يعني ما بعيداش بزاف، وفيها حتى هي ما يدار، يعني تستحق الزياره. وممكن تمشيو ليها غير من هذا الشارع هذا دابا اللي غنخرجوا عنده، غنمشيو له، يعني كدوزو نتوما على اليمين، حنا غادي نكملو على اليسار، وملي كدور على اليمين هو هذا الشارع، فهنا كتمشي غير شويه كتلقى الفيرم اللي قلت لكم، ولا كملتي راه غادي تلقى اسواق السلام، الا بغيتو تتقداو راه اسواق السلام قريبه حتى هي، وحدها كاينه المكتبه الوسائطيه، يعني اكبر مكتبه في المغرب، راه هي هذيك المكتبه الوسائطيه الكبرى، حتى هي كاينه تما. ودابا كتكمل الطريق ديالك، هذه هي الطريق دابا اللي غادي تطلعنا لغابه الرهره. هذا الحي دابا اللي حنا فيه سميتو احمر كيف ما كتشوف، يعني غادي ندوزو عليه حتى نوصلوا للغابه. ما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم، اشتراك، وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديوهات مع الاحباب ديالكم والمعارف ديالكم، باش حتى هما يتعرفوا معنا على مناطق جديده في المغرب. ولا عندكم اي سؤال على اي منطقه سياحيه سواء في طنجه او اي مدينه في المغرب، مرحبا، خليوها لي في التعليق وانا اكيد غادي نجاوبكم. ودخلوا ضربوا دويره في القناه، غتلقاو مجموعه ديال الفيديوهات على اجمل المناطق السياحيه اللي كاينين في المغرب، باش تعرفوا عليها وباش ديروها عندكم في البروغرام. وفي انتظار تلقاو فيديو جديد، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.